معاكم بأهم العناوين والأخبار والمنشطات اللي تعاني النادي الأهلي في الجرايد من امبارح للنهارده. مجلة الأهلي: حمد لله على السلامة يا بيبو، جراحة ناجحة بألمانيا، ويسأل عن الأهلي لحظة في لحظة الإفاقة من البنك. اليوم السابع: الخطيب يجتاز محنة الجراحة ويبدأ رحلة النقاهة في ألمانيا، وزير الرياضة يطمئن على رئيس الأهلي، ودعوات الشفاء تنهال على بيبو. وزير الشباب والرياضة يجري اتصال هاتفي للاطمئنان على الخطيب. مجلة الأهلي: مفيش أعذار، صالحونا بالانتصار، استقبال حافل للأهلي في الإمارات، والجماهير بتطالب بتجديد الوصل مع البطولة العربية. الأهرام: استقبال حافل للبعثة لدى وصولها لدبي، محاولات أهلاوية للحصول على نسبة إضافية للجماهير المصرية أمام الوصل، اهتمام إعلامي كبير لصاحب الشعبية الأولى عربيا، ومؤتمر صحفي لكارتيرون اليوم. الأخبار: الأهلي يستدعي روح الفانيلا الحمراء لعبور المأزق العربي، محمد يوسف: هدفنا مصالحة الجمهور، والأحمر لا يعرف الخوف. الجمهورية: كارتيرون يحذر من قوة المنافس ولاعبيه البرازيليين. الأخبار: المساء: الأهلي يرتب أوراقه في زعبيل، كارتيرون يستقر على الظهير الأيمن، وأزارو ينضم لبعثة الفريق اليوم. المساء: عاشور أول إصابة للأهلي في الإمارات، تعرض لكدمة في القدم ولم يستكمل المران، حماس كبير بين اللاعبين، وكارتيرون يطالب بالتركيز. مجلة الأهلي العبدولي قبل المباراة: المباراة صعبة والأهلي فريق كبير ولن يتأثر بخسارة اللقب الأفريقي. الاتحاد الإماراتي كزايد للأندية الأبطال، الوصل جاهز للحسم بنقلة الإمبراطور، الوصل يعول على الفوز بلقاء الأهلي للعودة للمنافسة محليا وعربيا. البيان الإماراتية: طوارئ في قلعة الفهود قبل مواجهة الأهلي المصري، درويش: مساندة الوصل بكأس زايد واجب وطني. مجلة الأهلي: للتصديق على الميزانية والحساب الختامي ومناقشة جدول الأعمال، الأهلي يدعو الجمعية العمومية لإنعقاد يومي الجمعة والسبت. مجلة الأهلي: تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية، ميزانية تاريخية للأهلي 1,294,000,000، بزيادة 465,000,000 جنيه عن العام الماضي.